مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. صح فطوركم وصح شريبتكم، مرحبا بكم معنا في الكاميرا الخفيه. رانا حكمناك اسبور كما عودناكم في الحلقات السابقه، وين حكمنا عده لاعبين من البطوله الوطنيه بمساعده الانديه تاعهم، ووقعناهم في فخ المنشطات. هذه المره حكمنا لاعب اتحاد الحراج سفيان خليلي بالمساعده تاع الفريق تاعو، زميله كذلك رفيق معزوزي اللي هو ثاني حكمناه وراح يجوز في اعداد قادمه ان شاء الله. بدون اطاله راح نخليكم مع سفيان خليلي ورده الفعل تاعو، تابعوا معنا. مشاهدينا الكرام، صح فطوركم. ضحيتنا نهار اليوم راح يكون لاعب اتحاد الحراج سفيان خليلي. خليلي جابوا صاحبه معزوزي اللي تقبض عليه هو تاني. الو وي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الو هاي شو ماكسور الدواء يا متاجو؟ والله ما سمعت الدواء شو ماكسور وير ورو ما عندك حتى مرض داوي عليه ولا عباك غادي نفوي درت العام اللي فات. واش درت؟ قبل دوبار ما درت جامي درت. لا قبل العام اللي فات نو جامي درت. بس كما جينا مولي لي دارو لي بعثوهم ما عليش ما لعبكش عندك ما خليك شويه دمرك صح. كيما العاده نبداو بلي زاناليز باش ما يشك في والو. مدام الله يسرك احتياما اخرى خلي لي شوفي ندير انا صح كان فاس بارفوا هذا اللي تيجي عجب هذا تاع اخر الزمان هذه هما اللي ويدو يقول لك مانشاز بالمصادر بالك مانشاز تشرب حاجه شيخ ليلي. الطبيب دوره سيريو من الديبي يا درا ما نقدرش نقول لك ما كاينينش شوز نقولها لك دابا لي انا ما نعرفك والله ما نعرفك والله ما عندي كونترا معاك ماني باغيها لك ما لبيت واش نقول لك قول مي لي زانيز ما يبشروش بالخير واش خاص براسي ما غادي نقول لك يقول عادي يشوفهم بالله ولا شاول تعالي بالك ما تهضر تقول لي ما حبيتش نقول لك تبسمت انا بالك لا الدكتور قولي ما حبيتش نقول لك ما تمنيش نقول لك مش ما حبيتش نقول لك شو بيجي نقول لك ما لازمش تقول لي تقول لي ما بيشروش بالخير واش تهضر نقول لك خلينا نمر لا لا كيفاش تحط انا بالي بالك واش انا بالي زعما على بالي زعما واش انا داير واش تحب تقول ما ندير والو انا بالي ندير حاجه ما نديرها في حياتي ما تبقاش بينك باش نهضر مليح ما ندير والو انا واش ندير والو واش ندير والو واش ندير والو ما ندير بس قلت على شي حد درتي روح نديرو معليش خلي والو واش كاين لو كي كمل اخر بكره صح ما يتشوف بخير. والله ما يمشي بخير. قول له قول له شوف لو كان ما يدير نوض ونخرج من الدار. كي بدا بوزيتيف نوض ما نجيش كاع. شنو ما تجيش؟ ما نجيش. تجي حل لك ما جيت. انا خليك شديت. انا لو كان كيما كيما اللي داير ما نجيش كاع. اه وجي دراع. والله ما نجيش. والله غير جي دراع. احكم هذا كبير عندك لما عندك ايه بغيت ترجعني نضربو ما
صح دير دوباس خليني راه خرج بوزيتيف نيجاتيف دير خليني راه تقلقنا طلع لي سخان على بالك جبت كبير برك دير لك تهضر مريضه تهضر فيها ما سيف غردي دوك تحب تخرج لك فيها تقول له قول له في مره حكي انت تروح ما في صحه نعطيك وقت تروح استنى استنى انا ناكل دواء كنت ناكل كاش ناكل كاش ندير لها ثلاثه كاش زادك لا ها انا ناكل انا بالنسبه لي تاع معليش كي قلت لك قلت لي شنو ما فدي قلت لي ما نعطيش معايا واش يدير ما فدي معايا انت يا ولا انت ما فدي معايا انا عبيت يا رجل اش كنت تقول لي خلص بيت تهضر لي على كبير هذا ما تهضر ولا اش خير انت ما فدي معايا ما نعرفك يا اخي ما فدي غادي انا تبني حالك ولا بحالك يا اسمع يا اسلام خير روح السيد فيه زوج مترات الله يبارك الله غير يرحمك الله يسرك يا اخي ما تهدرش معنا كاع روح شريكي كسر الكاميرا تاع غدي يا روح روح اخلص مزية دخل مع زوزي سينو كان يرحيهم قاع زهيدة غير الدناي ولا حبيتي تروحي في الخط اخذ كاميرا في ابا 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 لو كان ما حبسناش التورناج راح يكسر كاع البيبان والتواقي ومام لي زارموار حاجه ما يخليها واش نقولوا لك يا خليلي حالا بنا باللي طلعنا لك السخانه حنا نقولوا لك هذه ما كانت غير كاميرا كاشي وحنا حبينا برك نقلقوك شويه واش تقول للناس في رمضان ان شاء الله وجاينا رمضان اخر واش نبغيكم ان شاء الله تصوموا بصحه ان شاء الله تجي القناه بصحه ومع المدينة كايتيك وان شاء الله نصوموا كاع بصحه وهنا ونتمنى الشعب الجزائري كاع يصوموا بصحه ان شاء الله ونقولوا صحه رمضانكم ونتابعونا الحلقه الجايه ان شاء الله مع ضحيه جديده من لاعبي البطوله الوطنيه ان شاء الله.